انه القائدين، انا اعتقد ان القياده منتبهه تمام، لانها طول الوقت بتتكلم عن ان الخطاب الديني المسيس والمدعوم من الخارج لتفكيك الجبهه الداخليه تمام طول الوقت. فيجب يجب ان نكون حريصين جدا 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 ان احنا لا ننجر لحروب الغير، لحروب الغير والى معارك الغير والى صراعات الغير. مصر عندما نطالب ان تقوم مصر باستعادة دورها القومي دوت معناه ان مصر تعود مرة اخرى هي الميزان اللي بيحكم التوازن الاقليمي بين مختلف القوى اللي احنا ذكرناها. انا اعتقد يا سيادة السفير ان هو ده بالظبط الدور اللي قبلت بيه مصر، لانه بعض الظواهر او الشواهد قالت اشياء من هذا النوع بعد باكستان، وكلنا شفنا يعني ازاي اعلنت بسرعة وتم استدعائها وبعد كده حصل درجة من التراجع والتباطؤ. حضرتك تابعتي وزير الدفاع الباكستاني قال ايه بالظبط؟ حضرتك خدتي بالك هو كان قصده ايه؟ طيب الفت انتباه. لا 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 العفو، مش هلفت انتباه. اولا احب اقول حاجة، العلاقات بين باكستان والسعودية علاقات قوية ومتينة جدا 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 طبعا، وخصوصا في مجالات الدفاع ومجالات الامن. والوحيدين اللي الجيش السعودي قبل ان يحاربوا في صفوفه كضباط هو الجيش الباكستاني. نضف الى هذا ان نواز الشريف عندما رئيس وزراء باكستان الحالي، نواز الشريف عاد الى باكستان من السعودية بمساعي سعودية. يعني لكن وزير الدفاع الباكستاني، يعني انا استمعت لكلمته النهارده، لاحظت فيها بيقول اذا تعرضت اراضي المملكه الى بالظبط كده. مين اللي عمل هذا التوازن بعد الحديث ان هو داخل في التحالف؟ لا احنا مش داخلين في التحالف، دورنا هيبدا اذا تعرضت الاراضي السعوديه لاعتداء. هو اعتقد ان ده الحضور المصري. يعني هو بس باكستان، اسمحي لي اضيف عشان انا حضرتك انا اشتغلت في باكستان 4 سنين، فيعني يمكن افهم العقليه الباكستانيه او الرؤيه الاستراتيجيه الباكستانيه للاوضاع في المنطقه. باكستان لها مصالح مع ايران، وباكستان 20% من سكان باكستان شيعة. يعني حضرتك بتتكلمي على 20، يعني اذا كان عدد باكستان النهاردة 190 مليون نسمة، فانت حضرتك بتتكلمي على حوالي 25 او 30 مليون شيعي او باكستاني شيعي. فباكستان ليس لها مصلحة ان هي تخش في مواجهة مفتوحة مع ايران، لكن في نفس الوقت تريد ان تقف مع السعودية. بس هي قالت اذا حصل اعتداء على الاراضي السعودية باكستان هتكون هناك. حاضر. بمعنى اخر ان العمليات الجارية في اليمن ده استثناء، وان هي يجب ان تتوقف في اسرع وقت ممكن حتى لا تتحول الى فخ للقوى العربية والقوى الاسلامية الكبرى مثل مصر ومثل باكستان. ويعني عموما الوضع في اليمن والوضع في الجزيرة العربية ده وضع متشابك ومعقد للغاية. طيب. وإحنا لنا تجربة كبيرة هناك أعتقد بتؤثر على تصوراتنا للسيناريوهات المستقبلية. لكن النقطة اللي أحب أركز عليها مدام أماني، لا أحد يستدرجنا إلى معارك خارج أراضينا. أنا ده متأكدة منه، لأنه ما أكده الرئيس النهاردة في الندوة التثقيفية هو بيتكلم عن الحوار. صحيح وزير الخارجية بتاع عبد ربه منصور هادي بيتكلم عن حرب برية، هذا ما يريده، مصالحه هو، لكن اللي قادر يشوف المستقبل وبكرة هو مش عايز النقطة دي ومش عايز تمامي. استمرار الحالة دي تمامي. لو رجعت مرة تانية لدور إيران اللي حضرتك وضحت لنا النهاردة واللي احنا فعلا ما كناش واخدين بالنا منه، فكرة عودتها لدورها الإقليمي في زمن الشاه، وده حاجة مهمة جدا بالنسبة للغرب. النهاردة بتلوح تلويح غريب، وانا بتابع 5+1 بتتكلم انه اذا لم يتم الوصول الى توافق ما يرفع يعني الحصار الاقتصادي عنهم هيذهبوا بالملف في المجلس الامن. وفي الحاله دي ده اوباما كده معناه
انه للمرة التانية على التوالي في غضون شهر ونص شهرين بيتم التعامل مع يعني مؤسسة الرئاسة الامريكية بطريقة لا تليق، لم نتعودها. يعني هو اعتقد حضرتك ايران اكثر حرصا من ادارة اوباما ومن الولايات المتحدة الامريكية على التوصل الى اتفاق، وايران تدرك انه من هنا لغاية 30 يونيو القادم اللي هو الانتهاء المهلة الثانية للتوصل الى اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني، حضرتك انه هيبقى في تقدم هيتم، لانه المصالح الاستراتيجية الامريكية والايرانية تقريبا نستطيع ان نقول ان هي تتطابق في المرحلة الحالية. الحالة دي هيبقى الموقف السعودي ايه؟ ما ممكن النظر الى العملية عاصفة الحزم في هذا الاطار، ان السعودية بتقول انا لن انتظر اي تفاهمات ايرانية امريكية على حساب مصالحي في المنطقة الحيوية. كل دولة ليها ما يسمى بالفضاء الحيوي. فالسعودية لا شك ان منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية داخل فيها اليمن طبعا والبحر الاحمر وباب المندب، ده منطقة، ده الفضاء الحيوي للمملكة العربية السعودية. فهي انا اتصور ان الرسالة السعودية لواشنطن اساسا ان بغض النظر هتتوصلوا الى اتفاق ام لا، انا لاعب، انا طرف رئيسي، واذا مصالحي الحيوية اتهددت انا قادرة على استخدام القوة. ودي وبمنتهى الصراحة مدام اماني احد الزوايا اللي ممكن نحلل بيها عاصفة الحزم، ان دي اول مرة المملكة العربية السعودية تستخدم القوة فيها خارج حدودها، ودي اشارة لن تغيب على الولايات المتحدة الامريكية ولن تغيب عن ايران. ربما ده يبرر ان في اتصال تم ما بين الرئيس الامريكي اوباما والرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يعني منذ قليل، وانه تم الحديث فيها عن يعني ان امريكا هتدعم حرب مصر ضد الارهاب. هي امريكا هو كله يتوقف ارهاب مين؟ هي امريكا بتدعمنا ضد انصار بيت المقدس. وامريكا بتدعمنا ضد داعش. لكن امريكا لا ترى ان الاخوان أو لا تتفق معنا ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية. هي الجماعة الام اللي هي الجماعة الام. انا يعني هقول لحك حاجة، يعني اللي بيدور في المنطقة الوقتي يخلينا نفكر جديا في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية ان شاء الله. وانا اتصور ان احنا داخلين على مرحلة، هستخدم تعبير اتى في نظرية داروين اللي هي the survival of the fittest. المنطقة الشرق الاوسط داخلة على مرحلة the survival of the fittest، البقاء للاقوى او للاصلح. ومصر الاسبقية الاولى لمصر هي اعادة بناء الدولة واعادة بناء المجتمع واعادة صياغة مصر كدولة نموذج في المنطقة. اعتقد ان احنا بالفعل يعني ده هو الهدف المعلن طوال الوقت والمنهج الذي تعتمده إدارة الدولة المصرية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، نورتني. شكرا. وبشكر حضراتكم، وغدا يتجدد اللقاء.